What's up, you guys, and welcome back. Restart. Yeah, yeah. الأحراج. What's up you guys and welcome back. قمة الأحراج. الأحراج مالي وجه أطلع أتكلم. I can do better. What's up you guys and welcome back to the channel. We're back baby, we're back, we're back. والله I know it's been a while. أدرنا كانت فترة يعني. I'm back. السلام عليكم. Bonjour, je m'appelle Salam. Yalla, let's get ready ونتكلم. What's up you guys? قمة الأحراج. What's up you guys and welcome back to the channel. I missed y'all. مرة وحشتوني وحشتوني أكثر من أي شيء في العالم. أبوتي كانت ماخذ بريك. كنت أفكر في البريك. هل هنكمل أو هنسيب؟ ما أدري شو أقول مرة من حرجة. المهم so get ready with me. اليوم عندي busy day, full day. اليوم عندي يوم مرة زحمة في حياتي, مرة يوم زحمة, فحسيت إحساس غريب لأن الفترة الأخيرة كان عندي أيام زحمة كثير بس no one is watching, so it felt like I kinda miss y'all. عرفت إنه في someone watching, you know. خلاص أنا صرت ماخذ بريك, ف ما يعني ما أصور فلقات زي كده في تيك توك, لا يعني. فاي مست يوال, حسيت مرة وحشني إنه there's someone's watching كذا, إنه إيش أنت قاعد تسوي في حياتك, you know. فاليوم عندي يوم مرة زحمة في حياتي, فقلت today is the day. وعلى فكرة أنا كنت مصورة فلوج من فترة كان يوم زحمة في حياتي برضو, بس ما كنت حابته فما نزلته, حلفته أصلا. بس أنا back, that's all that matters. إيش كان في حياتي جديد؟ إيش عندكم آخر update؟ أنا حالياً أدرس في جامعة عبدالعزيز قسم اللغات والترجمة, قسم اللغات الحديثة وآدابها. لازم أجيب معدل عشان أتخصص مترجمة السنة الجاية. ما أفتكر إحنا فين آخر مرة كان حديثنا. ما أفتكر فين وقفنا. جبت درجة الآيلتس, دخلت التخصص, حالياً قاعد أدرس تخصص أحلامي. بس يا جايز, انا دحين بدرس تخصص احلامي. انا حاليا في فتره الكويزات والمد والاختبارات, so this is what leads me انه اليوم عندي busy day. عندي اليوم كويز في الجامعه, ثاني اختبار كان عندي. احنا اليوم ايش يا احنا اليوم 25 سبتمبر, تعيش المملكه قبل يومين كان اليوم وطني, ما خرجت. كان عندي اختبار امس ثلاث بعد جلسة اليوم الوطني, عندي اختبار اليوم الربوع, عندي اختبار بكرة الخميس, عندي اختبار الأحد. فأنا كان بيزي وكذا مضغوط, عرفتوا. أنا ما أحب أخذ تصوير مع أيام الدراسة والاختبارات, لكن I had to لأنه عندي تصوير يوم الخميس already. ما أحب أخذ تصويرين نفس اليوم إلا لو كانوا في نفس المكان, يعني أنا رايحة مكان أصور لناس الناس اللي بعدها حازين نفس المكان, وهذه نسبة حصولها ضعيفة يعني مرة تصير نادر. ما أحب أتمرمط يعني أروح تصوير وبعدين أنقل لوكيشن, لا مرة تعب ما لا. فعندي تصوير يوم الخميس, وفي واحدة كلمتني تبى تصوير اليوم, وأنا اليوم عندي اختبار هخلص جامعة. يعني هذه خطة اليوم, عندي اختبار هخلص جامعة 12 ربع. الآن الساعة 6 الصباح, أبدأ 9:30. طيب 12 ربع, بعدين التصوير يبدأ 1:30, بعدين أنا ما هرجع البيت, هذاكر برا لأني هكون تعبانة, ولو رجعت البيت هنام ما هذاكر. عندي اختبار بكرة, عندي فرنسي, اختبار فرنسي which is sucks. راح فرنسي صعب صعب صعب. بونجور بونجور, جي ما فعلت لا جي بانتي جدولة خلشون كما فتو خلاص اشتك زيادة يعني.
So, الحين الساعة 6 الصباح. I want to get ready to my classes. اليوم عندي بس كلاسين, which is kind of light work. لأنه أنا مرة مع الدراسة مرة ضغط. دوامي كل يوم. كل يوم أداوم. كني مدرسة. من يوم الأحد لين الخميس. ما عندي ولا يوم أوف. ولا يوم أوف. أنا في تحضيري كنت أداوم يومين في الأسبوع بس. بلس أداوم من 8 إلى 1. بعدين عندي يومين في الأسبوع أداوم من 9:30 لين 12:15 بس. فإتس كان ساد, مرة ضغط, بس I will find a way to manage doing both. يعني الحين بنسوي makeup. Important news, حسابي في تيك توك أدبرنت, هذا حسابي جديد. You all must to follow me. ضيفوني, عندي 11,000 متابع. في أسبوعين جبت 11,000 متابع. ترى كان عندي 200,000 على فكرة. I'm just saying. تيك توك ما يأكل عيش في المتابعين, فما هي فارقة عندي الصراحة. I've never cared. Peace out. Yeah. So yeah, that's kind of it. وما عندي طاقة, نومي خربان, لي 3 أيام ما أنام كويس. شعري أول بعدين ميك اب, so I will do my hair and beard back. دويت شعري. Typical slick back. طبعا عيني مرة منفوخة من قلة النوم. لها يومين متتالية كذا منفوخة. I cannot help it يعني. يعني أنا أشوف اللي الإنسان بين فترة وفترة لازم يستريح, لازم يأخذ بريك. إذا ما أخذت بريك ما عندي القدرة على إني أستمر في الشيء. ضغط. يعني الضغط لازم بريك. أنا أخذ بريك من كل شيء في حياتي. كل شيء. حتى صحباتي. حس وقتها يكون وجب البريك. لازم بريكات. أنا بالنسبة لي في كل حاجة لازم بريك. ما يعني إذا ما أخذت بريك في الشيء اللي أنا أحتاج منه بريك. يعني مثلاً إذا أنا ما أخذت بريك من اليوتيوب مثلاً ومن التصوير وكذا, أنا حكره الشغلة ما أرجع أسويها. أنا ما أخذت بريك, ما ارتحت في فترة الراحة دي. أنا أقرر إذا أنا من جد أبغى هذا الشيء ومتمسكة فيه, ولا أنا لا, هذا الشيء من جد متعبني, ضغط علي, أنا ما أبغى. هي دي الفترة البريك, هذه اللي الإنسان يفكر فيها في دي الأشياء. الفترة البريك دي أنا بالنسبة لي أهم شيء في حياتي. حتى من الأصدقاء إذا حسيت إن الصداقة بدأت تصير مريبة أو شيء, لازم أخذ بريك. لازم. فأنا دائما لازم أخذ بريكات. فأحس إنه لازم نحترم ذا القرار, سواء من أي ناحية, من أي شيء في الحياة. بريك هو يخليك ترجع يا أقوى يا تبطل تسوي اللي أنت قاعد تسويه مهما كان إيش هو في الحياة. فأنا مرة أحب البريكات. إني باك. بس I feel so much better. I feel so much better. أنا ما كان في شيء يعني مخليني أكره الدنيا أو depression أو any type of things. أنا بس كنت حاسة إن أنا مرة مضغوطة. خلاص أنا مرة الفترة الأخيرة بالذات في الإجازة supposed to be having fun يعني. بس أنا كنت حاسة بضغط مو طبيعي من الآيلتس كان في أمور كثير ضغطتني يعني. أكيد ما هقول لكم كل أموري, فاهمين علي؟ بس إنه كان في أمور كثير ضغطتني وحسيت خلاص كله متراكم متراكم متراكم. متى يكون في وقت في الحياة لي أنا لوحدي؟ فهمتوا؟ بديت أحس إني من جد مضغوطة. ما عاد صار عندي وقت لنفسي. أنا أقعد مع نفسي أسوي الأشياء اللي أنا أحبها. ما عندي ضغط, ما عندي ستريس, ما عندي شيء مهم. فهمتوا؟ إلى الآن يعني أنا لما أخذت بريك دحين من السوشيال ميديا, يعني إلى الآن ما أخذت بريك اللي أنا أحتاجه الصراحة. يعني عندي دراسة وعندي ضغوطات بعيدا. في السوشيال ميديا كانت شيء ما يعتبر ريل بريك, فاهميني؟ فأنا لسه أنا شايف إني أنا أحتاج the real break من everything. بس خليها الفترة تكون إجازة نص الترم. أحس كده برتاح, أبغى أسافر, أبغى أروح باريس. بونجور. طبعا ما أحب باريس ولا عمري في حياتي روحتها ولا أفكر أروح. بس عشان أتكلم فرنسي رح أنا بروح. بس أنا من وجهة نظري إذا أنا ما أخذ بريك أنا هنفجر مرة واحدة يعني. قطع على طول مهما كانت الشغلة. عرفتوا؟ فهي يا بريك يا محاولة إصلاح يا كارير أوف. ما فيها بتوين يعني, ما في حل وسط. فالحل الوسط هو الوحيد البريك. لا تهرج هروج ما لها داعي. فتحي بتالي اللي تسوي الإدت, فتالي اللي تسوي الإدت تطفش تسوي إدت وما يصير في الفلوك. ما علينا, بحط هيفي ميك اب ثقيل, لأنه هو ذا الميك اب حيقعد معايا لوقت التصوير هنا. فلازم الميك اب يكون بروفكشن. خصوصا ما عندي سيتنج سبراي, ما عندي أي تايب سيتنج سبراي. تخصص حقي طلع أصعب من ما توقعت.
ما في شيء في الدنيا سهل. ايش ما كان التخصص ان شاء الله، لو ايش ما كان التخصص، كل تخصص اتعمق فيه يطلع صعب. ادرس 4 مواد كلها انجليزي، كلها انجليزي، English communication, English structure و writing reading. عندي رغبة في الار لما تكون الار في النص وفرنش. So يعني كذا ممكن تحسوه سهل، بس كل حاجة تخش فيها ديبر تطلع صعبة. يعني English structure structure ماني فاهم فيها شيء. أنا برو إنجليزي والله ماني فاهمة ولا شيء بالمادة، والله ولا شيء، اختباري يوم الأحد ما أعرف ولا فاهم فرنسي أكثر ما إني فاهمة ذي المادة. يكون ميكابي لما يكون عندي يوم تصوير ولا شيء، يكون الوجه شارب حاد حاد، كمان بلاشر كذا وموت. أنا عندي السنة الله يسعدك، بطري تحرجيني. حس أنا ماني depressed، بس أنا I want to focus on myself, you know. يعني all I see is my goals, my goals, my goals, my goals. Nothing else. Nothing else. And I mean it. نبدأ نبلند. Eyes. ما احنا مسويين شيء. سيب يو جاي. كان نفسي أصور لكم الفاينل لوك بذني. خليني أوريكم الصور بسرعة. لازم أمشي. نسيت الصراحة الوقت أخذني. نسيتكم. بس عادي. احنا نرجع أصحابنا. هذه fresh start from me. To you from me, restart. يلا يلا خلاص اتصالحنا، خلاص احنا في ريستارت، احنا رجعنا اصدقاء. السوالي مرة معلق، بوريكم بسرعة. شوفوا الاوتفيت رهيبة يا ناس، وانا اموت انا وعيد السنة. ابداع قمة الاهراج، مبدع. دحين والله لما اروح الجامعة لا اتصور بالاوتفيت. يلا 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 لا ما اعرف. طبعا الميك اب ديفينتلي تو ماتش على الجامعه، لكن يو لوك جود. طيب ايش كنت نقول؟ ان الميك اب تو ماتش على الجامعه. قمه الاحراج. المهم الميك اب تو ماتش على الجامعه، وي اول نو ذات. بس انا عندي تسويق يعني، انا مره بنت مقرفه. سلموا لي، شوفكم تكونوا معي طول اليوم. مدرستي هذه اللي ورا مدرستي الثانوي، وهنا مدرسة ماما اللي ماما تشتغل فيها ابتدائي. ما حعلمكم بس يعني خفت، والله اني خفت، بس انني يعني المهم الساعة بالضبط 8:30. انا كلاسي بعد ساعة، فنسيت اشياء كثير في البيت، نسيت اشياء كثير في البيت. يعني في اشياء تقدر تشتري اشياء غيرها، في اشياء ما تقدر تشتري غيرها، فاللي تقدر تشتري غيرها هروح اشتري لغيره. البيت شوي بعيد والدنيا زحمه. I cannot do this. بس oh my god today I feel so much energy، كذا في good energy. خلصت اول كلاس عندي، which is basically reading class. انا بس عندي كلاس اليوم. You choose a book، اي بوك انت تبي، وتبدا تتكلمي تقراي. يعني الكلاس ندخل نقعد ساكتين ما نتكلم، الدكتوره ما تشرح، بس نقعد نقرا بوك. So this is my book، 101 essay will change the way you think. جميل. فيلو 101 essay. مرة كان كلاس برد. الآن الساعة كم؟ معي نجا. نجا قولي هاي للمتابعين. نجا صاحبتي. نجا نعتبرها، ايش نعتبرك؟ one of my best friends. يعني هي مو best friend قد ما هي soul sister. soul sister صح؟ oh my god. يعني أنا أحس كذا soul sister more than a friend or best friend. يعني بس الأوتفيت كان جامد، لكن مرة برد. أنا أصلا جايب الهودي عشان برد. و this is my favorite place، ما يكون فيه بشر غيري، أحبه مرة. الآن بعد الساعة كم؟ الساعة 10:40. عندي كلاس الساعة 11، كويز اختبار، فحنختبر. سلموا لي قمة الأحراج.
الساعة 12:30 وصلت البيت حطلع غدا وتصويري بعد ساعة بالضبط. هتغدى هسوي قهوة وحننطلق على التصوير. يلا أيوة بعد التصوير إيش حنسوي بعد التصوير؟ أنا أقدر أرجع البيت وأنام لأني أنا أصلا صاحي من أمس ومرة تعبانة ولي 3 أيام ما نمت كويس، لكن we're not gonna do that. حروح كوفي جنب محل اللي حصور فيه لأن حتى اللي حصور فيه كوفي، فبس إنه ما حقعد فيه له، أروح واحد جنبه وأذاكر. ليه اللي واحد اللي جنبه؟ عشان الواحد اللي جنبه أحب قهوتهم. في هنا فرع جنب بيتي أروحه دائما، بس ليه أضرب مشوار وأرجع جنب بيتي وأنا قدني هناك؟ خلاص هحرك السيارة كذا أسوي كذا أسوي كذا، أركب هنا أقعد هناك. الله صلى الله مبارك، صلى الله على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. So we're going home now. مرة out، مرة في صداع في نوم. يعني أنا كل مرة أرجع من الجامعة أنام، صرت حتى أنام بالميك اب عادي ما صارت تفرق عندي. جهزت فاسر عم أداني الله من وقت. هذه مو تيبكال الفساتين اللي البسها في التصوير. حبيبي بس رجعت البيت اتغديت وبس، هذا اللي حصلت عليه من يومي. Hey guys، هذا المكان اللي حصور فيه اسمه مون تشيل في حي الروضة. وصلت بالضبط شوف 9 دقائق متأخرة. هذه لقطات لي وأنا في التصوير. نفسي أحط أغنية بس ما حيشتغل، بس كيوت يعني يتفرج علي. وجه الناس باينة، أغطيها مو موضوع. وقلبي أنا موت أنا وايد السنة يا قلب، وأنا تضحوكي يا عمك توتي. So ما عدى أقسم بقيت إلا دقيقة نفس الشارع. وصلت الكافي الثاني اسمه 1:15 نيبرهود كافي. أنا أروح لجنب بيتي أحلى فرع، رحت لفيت على الفرع كلها بس لجنب بيتي أحلى فرع. مرة كذا مكان مخصص للمذاكرة، وأحب قهوتهم البي 60 حقهم مرة طعم. فأنا لو رجعت البيت الآن بالتعب اللي أنا فيه حرام حنام، ما حقدر أذاكر. ومرة واحدة هاخد لمة مذاكرة ساعة ونص، ما بقى تكون ساعتين بس ساعتين، يعني أحس حأنجز لأن أنا عندي تشابتر 1 فرنسي، عندي اختبار فرنسي بكرة. كما فيتي بونجور جمابل تلا جداوي جيفانتي مو جيفانتي جدولة خديشون. سو هنا أنا كنت بديت أذاكر، ما كان عاجبني المكان أبدا، مو عاملي ولا حق مذاكرة، بس ما علينا. أنا مقصد في ذا الفلوج أوريكم إنه الإنسان كيف يقدر يكون مضغوط ويقدر ينجز في ضغوطاته، لأني ستيل وأنا مضغوطة ومرة تعبانة ستيل بذاكر وحاطة ماي جولز فوق كل حاجة. سيب جايز، إحنا هنا في ماي فون عم تقريبا ساعة ونبدأ المكان. أنا أذاكر فرنسي، هذه ماي ثيرد بيج. هذا قاعد أذكر الكلمات المؤنثة والمذكرة، أشياء ما تهمكم بس إني قاعدة أتعش. يعني حفظت الأرقام من 1 إلى 100 في 40 دقيقة، كله مسوبة. I'm not a nerd، I'm trying to be a nerd. يعني أنا مني دافورة بس قاعدة أحاول أشوف دافورة. شوفوا حط الأرقام من 1 إلى 100 وهنا أنا أحاول أحفظ بس والله عندي بس 9 سلايدات بحاول أنجز وأروح البيت. بس أنا مرة تعبانة ظهري ما أحس فيه. I just wanna rip all my makeup off and sleep. بس إذا رجعت للبيت ممكن أنام عادي بالميك اب. فيلا نكمل. سلام غفا. So this is the end of my vlog. Thank you all for watching. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا تضيفوني في التيك توك. وأدري إني قطعت فجأة بس خلاص صورت وأنا راجعة طريق البيت ونفسيتي كانت تعبانة، فخلص باي. وأتمنى أنكم استفدتوا شيء من المقطع. والسلام اللي كانت معكم أبو تي. باي.